الصيف كنت أدور عن شيء مختلف، عن شيء يخليني أنشغل واستمتع واستفيد بنفس الوقت. برنامج نعم للعمل أتاح لي الفرصة للعمل في مجال خدمة العملاء، واللي تعلمت من خلاله أهمية فهم احتياجات العملاء وكيف أتعامل مع المواقف الصعبة بمرونة واحترافية، مما ساعدني على تحسين مهاراتي في حل المشكلات. أعتبر هاي التجربة تجربة وايد مفيدة، لأن التواصل بحد ذاته مهارة مهمة في أي مجال. سعيدة أني انضميت للبرنامج اللي عزز ثقتي بنفسي وسهل علي التواصل مع الناس بشكل أفضل.